السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي جو صمدي. النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة اللي مهمة ومهمة بزاف، ألا وهي العلافة ديال الصغار. الكثير ديال المربون يعني إما محترفين إما مبتدئين كيعانيو من هذا المشكل، أن بحال هاد النتوات هكا منين كنحطوا معاهم الصغار ديالهم كيمشيو العلافات ديالهم وكيبقاو ياكلوا من العلافات. سمو كيطرى ان هاد يعني الامهات كيضايقوا وكيبقاو يضربوا الصغار ديالهم. انايا النهار ان شاء الله نطرح عليكم واحد الفكره بسيطه اللي تقدروا تخدموها بوحدكم. انتما شوفوا هذا الشكل ديال هاد العلافه شحال مزيان. انتما ما فيش بزاف ديال ليبيسور، هنايا غير واحد تقريبا نقول واحد 5 سنتيمتر. يعني ان انا غنوريكم هذا هو كياكل منها. تمام، غادي نفتح عليه. لاحظوا انه كياكل بواحد الطريقه شحال من واحد كيدير طاسات، يعني كيدير شي طاسه كبيره كيلاحظ انهم كيبقاو يوسخوا فوق من الطاسه، والاكل ديالهم الا كان موسخ بحال دابا هنايا في هاد الجهه انا كاينه واحد العلافه هي دوريجين، ومع ذلك انهم كيوسخوا فيها وما كيبقاوش الماكله ديالهم ما كتبقاش تعجبهم، في حين ان هاد العلافه هانتوما بسيطه وسهله. هانتوما راني مفيكسيها في هاد الجهه، غادي نوريكم الطريقه كيفاش تخدموا مثل هاد العلافه باشياء بسيطه اللي عندكم في الدار ديالكم. هي اما طويله بهذا الشكل، هانتوما هادي راه طويله بزاف على حساب هادو كاينين العدد اكثر. هانتوما لاحظوا انه كياكل منها بواحد الطريقه مزيانه، هانتوما ما كيطيح حتى حاجه، وفي نفس الوقت تقدر هاد العلافه تعليوها بالدرجه اللي بغيتو. يعني فيها هاد الكروشيات هادو راني مخليهم، دابا نوريكم الطريقه كيفاش تعليوها بالدرجه اللي بغيتو. اليكم الطريقه ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا معايا هاد العلافه هي عباره عن زنكه عاديه، غير السر ديالها هو الطي. يعني هاد الزنكه ماشي من لابد انكم غادي تشريوها او غادي يعني تلقاو واحد الصعوبات في الطي ديالها. غادي نوريكم بطريقه بسيطه كيفاش غادي تطويوها. انتما راها علافه مخيره، شوف شحال فيها ديال بالنسبه للاسبوع ديالي. انتما شوف شحال يعني، وهاد العلافه تقدروا تعليوها في النيفو اللي بغيتو. يعني فيها هاد الكروشيات هادو من الجنب هنا، انتما هادو كتعلقوها بطريقه سهله، غير كتجيو للكاج كتحطوها هكا بواحد الطريقه وكتعلقوها. اذا الادوات اللي غادي نخدموها بسيطه، اي طاس بحال هذا الشكل هذا، اما ديال القطي ديال الحليب مثلا اللي الناس اللي كيستعملوا الحليب، او هذا بحال دابا هذا ديال الفلومبو او الصباغه، اي طاس كان عندكم بحال الطريقه. هذا الجزء هذا وهذا الجزء هذا غادي نحيدوه، وهاد الزنكه هذه هي هذه بهذه الطريقه، هذه كتولي طويله بحال هذا الشكل هذا. انتم على هذه راه الصباغه بلا ما نديروا الاشاره، هذه راه الصباغه ديال الاطلس، يعني صباغه عاديه راه كتكون بحال هكا. يعني انا حاولت انني نقطع هذا الجزء هذا وهذا الجزء هذا بلا ما كنتحصلوا على هذه الزنكه هذه بحال هكا. الادوات اللي غادي نخدموا اما يكون عندكم مقص بحال هذا ديال الاشجار، ولا مقص عادي غير اللي انه يقطع هذه الزنكه بحال هكا، يقطعها غير يشرمها بواحد شويه، لان هذه غتمشي تقريبا غير بالطي. او اللي ما عندوش بحال هذا المقص ممكن انه يخدم منشار، يعني بحال هكا مثلا ويخدم منشار. الادوات غتخدموا مطرقه عاديه وبانس عادي كما كان عندكم بانس غادي، وشي خشيبه بحال هذا الشكل هذا باش تخدموها العمليه ديال الطي. العمليه هي كالتالي، غادي تجيو هذه هي الزنكه اللي قلت لكم عليها، غادي تشدوا مثل هذا البانس او منشار، وغادي تشوفوا القياس ديال هنا. غادي تقول مثلا هنا كاينه واحد نقولوا 10 سنتيم، غتحيدوا واحد 2 سنتيم من هنا و 2 سنتيم من هنا، ولكن ماشي غتمشيو بها كامله، غادي غير تشرموها حد هنا. يعني وهذه الشرمه غادي تكون تقريبا فيها واحد نقولوا 2 سنتيم هكا صافي. هانتوما كما كتشوف الجهه الاخرى عاوتاني من الطرف الاخر 2 سنتيم هكا، وتحلوها عاوتاني من الجانب الاخر، جانب اخر كتحلو عاوتاني 2 سنتيم، وهنايا 2 سنتيم
نعم تخليو قد هنايا قد هنايا وماشي مشكل المقاييس ماشي مشكل كاينه واحد القضيه هنايا غادي تجيو لهاد الجانب هنايا وغادي تخليو واحد 2 ملم هكا وتقطعوا بهذه الطريقه وتقطعوا هاد الشويه هذا ها نتوما بحال هكا تحيدوا هاد المورسو هذا ها نتوما انا كتشوفوني كنشتغل بحرفيه هادشي يعني بحكم الخدمه ديالي ولكن نتوما تقدروا ديروا منشار او اي اداه ها نتوما او اجريها غير تحيد واحد جوج المليمترات وحذاري عندكم من الجروح انا راني بحكم الخدمه ديالي راني ميكانيسيان كنخدم هادشي يعني كيبان لي ساهل ولكن نتوما حاولوا انكم تخدموا بحذر ها نتوما ما تحيدوا واحد المورسو صغير هنايا يعني هنا سمو درنا انا باش منين غادي تجيو العمليه ديال الطي غادي تجيكم قضيه سهله ها نتوما ها نتوما كتحصلوا على بحال هاد الاجزاء هكا سمو غادي ديروا غادي تجيبوا الخشبه اللي قلت لكم غادي تخدموها خشبه عاديه او اي حاجه غادي تخدموها وماشي مطرقه بحال هذه باش تجيكم القضيه سهله سمو غادي ديروا غتحطوها بحال هكا 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 اولا غادي تعوجوا واحد شويه بعدا هكا هكا يعني بحال غادي تجي شويه دائريه هكا لاحظوا ان سمو لقينا هذا الشكل هذا هانتوما هادي راه كتكون واخا كتعوج غير باليد يعني تقدر تخدموا بها بواحد سلاسه ماشي تصعبوها دابا هنايا هاد الطي هذا سمو غادي يوقع ان هاد الطرف هاد الدخلاني هو اللي غتعوجوه الاول وغتسدوا عليه هاد الجوانب هكا انتم لاحظوا ان الشكل بدا كيتضح لكم وهاد المرصويات هادو تنيهم هكا وهكا هكا بهذه الطريقه هنا بمطرقة حاولوا انكم غير شويه هذا الشيء الضغط هكا داك الشيء بسيط ماشي شي حاجه صعيبه وهذا الطرف هذا هو اللي غادي تنيوه بهذه الطريقه وعلاش غادي تنيوه لانه هو باش غادي تسدوا به هذه الطريقه هكا هانتوما كدير هكا علاش غادي تولي تسدوا به باش ما يتحلش ان بحال اللي راكم الشكل ديال الريفي انكم ريفيتو شوفوا الطريقة كيفاش دايرة هانتوما كيولي كأنه مجر أو مجور ديال الحيوانات هانتوما كذلك في الطريقة في الجهة الأخرى ديما الوسط هو الأول هكا من بعد تسدو عليه بواحد الطريقة هكا تسدو منا ومنا هانتوما شتو كيفاش دايرة أو غادي تنيو هكا بهاد الطريقة هكا وغادي تنيو هاد الشكل طريقة سهلة وبسيطة بسيطة بزاف دابا حصلنا على هاد الشكل بحال هكا هانتوما كيبان لكم راه تقريبا مكتمل راه الشكل بسيط 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 للغاية هانتوما ولكن كاينة واحد القضية هاد الشكل اللي درناه هنايا شوفوا هنايا هاد العلاقات اللي غادي نعلقو بهم كيفاش غادي نخدمو هنا غادي تجيو لهنا بهاد الطريقة نحيد هاد الخشبة هانتوما غادي تجيو مثلا هنا وتجيو هنا وغادي ديروا واحد شويه ديال هانتوما بهذه الطريقه هكا تقريبا نقولوا واحد سنتيم ولا سنتيم ونص ولا اللي بغيتو هذه غير علاقه ماشي شي حاجه دابا الشكل راه مكتمل وهنا فين ما درتوها يعني درتوها في الوسط ولا في الجنب ولا فين ما درتوها هانتوما شوفوا لاحظوا معايا ان سمو درنا هنايا هانتوما الجانب الاخر عاود هكا صافي يعني كتجي العلافه هي هذه انا نمثلها لكم هكا مثلا هذا هو السلك حنا السلك ديال الكاج هو هذا كتجي كتحط بهذه الطريقه يعني شوفوا كيفاش كدير كتجي وكتعلقوها بهذه الطريقه هكا صافي كتبقى معلقه وهنايا تقدر تعمروها باش يعني بالخبز ولا بالسيكاليم ولا اللي كان هانتوما وهنايا هادي من الاحسن ما تجيش هكا يعني باش يبقاو يطيحوا لهاد الشيء هنايا طنيوها لواحد شويه لهكا هكا بحال هكا
صافي وكتجي علافه كيجي الارنب هو هذا مثلا كيجي الارنب وكيحط الارجل ديالو هكا كياكل منها وفي نفس الوقت هي ما غاديش تطيح لان هكا راها معلقه وهنايا من الاحسن هاد 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 التنيات هادو منين تكملوا تكيو عليهم بحال هكا باش تفيكسا اكثر هانتوما هانتوما الطريقه سهله هانتوما ها هي علافه اخرى والاطوال على حسب على حسب الزنقه هاد 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 القطيات بحال هاد الشكل هذا على حسب يعني الطول ديالو مثلا هذا راه قد هذه هذه راه كافيه انه ياكلوا فيها نقول واحد 6 الارانب مزيان ولا درتو جوج منهم ودرتو وحده في هاد لان كيكون السلك طويل ديروا وحده هنا وحده هنا صافي راه هذه راك هاد الجوج راهم كافيين حتى 12 ارنب يعني راهم خدامين 100% عندنا هذه الحلقه ديالنا هذا النهار كنظن ان الحلقه راه حصريه ان شاء الله لانني خلطت ما بين الحرفه ديالي وتربيه الارانب هذه يعني فكره انا بغيت نبينها لكم انتم من قوقي بحال هذا انتم ممكن انكم تصوبوا علافه بهذه الطريقه جميله انتم العلاقات ديالها هما كما كتشوفوا كتجي غير السلك وتعلقها هكا كيجي الارنب ياكل منها انتم طريقه بسيطه وراها بصفر درهم يعني خصكم غير الادوات اللي غادي تخدموا بهم ولكن الزنكه ممكن انكم تجيبوها من من من, من القطيات ديال القطي ديال الحليب ولا ديال الصباغه ولا اي قطي اذا 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 العلافه ديالنا هي واجده العلافه جات جميله بواحد المنظر انيق انتم كما كتشوفوا غير بقطي ديال الصباغه هذا راه غير ديال الصباغه طيها انتم كما كتشوفوا راه معمرو ما غادي يتحل معمرو ما يتحل لانها انتم واخا دير اللي درت ما غاديش دير ما غاديش يتحل انا غادي نعلقها لهم وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش كياكلوا منها انتم هنايا هاد السلك هذا راه تقدر تحطوها في النيفو اللي بغيتوا يعني اما هنا اما هنا اما هنا على حسب الطول ديال الارانب حنا انا اختاريت هاد النيفو هذا كيف شوفوا الطريقه باش غادي نعلقها طريقه بسيطه للغايه هانتوما كتكيو على هنايا وتكيو على هنايا ها هما هانتوما ثم غادي ندير غادي نعمرها لهم بالسيكالين نزيد هنا نجي اخرى هانتوما ها سمحوا لي انا غادي نعمرها لهم بالسيكالين هانتوما هانتوما هما غادي يشوفوها هانتوما شوفوا تبارك الله هو جا كيشمشم فيها وهو كياكل منها هانتوما ما تبارك الله يعني علافه هذه اول مره راه حصريه على الحلقه ديالي راني فرحان بزاف باش نوريها لكم لان في الحقيقه كنت كنلقى صعوبات ومشاكل باش على حسب باش هانتوما كياكل منها تبارك الله جايه قدو ما غادي يوسخ فيها ما والو الحمد لله هذه الطريقه هذه راني فرحان بزاف لانني وريتها لكم هذا النهار لان كنت عندي صعوبات كنت كنحطهم مع الام ديالهم كانوا كيمشيو كيبقاو ياكلوا معاها في العلافه ديالها وكيديرونجيوها وما كيبقاوش ياكلوا مزيان ولا مشيت درت لهم غير طاسه بحال هكا وعمرتها لهم بالسيكالين كيبقاو يطلعوا فوق منها وكيبقاو يزبلوا حشاكم وكيبقاو يضيعوا السيكالين اما بهذه الطريقه هذه انتم الطريقه اللي بغيتوا يعني انا راني فرحان بزاف الحمد لله لان وصلت لكم هذه الفكره هذه انتم شوفوا من الجهه الاخرى انتم علافه بسيطه وفعاله للغايه هو كياكل منها الخبز جايه قد الفم ديالو تقدر تعليوها تقدر تنزلوها على حسب العمر ديالهم انتم علافه بسيطه من بالصفر درهم صفر درهم انتم تبارك الله هاد راهم كياكلوا منها بكل سهوله ما يوسخوها ما والو ونقيوها واحد شويه غسلوها واحد شويه على حسب الصباغه اللي فيها ولا هذه واي زنكه عندكم راها خدامه ماشي بالضروري ان يكون شي زنكه جديده ولا نقيه لا غير زنكه نوريتكم الطريقه ديال الطي سهله توجدوها في 5 دقائق اذا الحلقه ديالنا هي هذه ساندونا قناه جميله انا فرحان لانني كنوصل لكم مثل هذه المعلومات قناة جميلة وغادية إن شاء الله بالدعم ديالكم الناس اللي يبغاو نهضر باللغة العربية أنا كنظن أن هذا الفيديو هذا أو خاي يشوفوا غير يعني بالحركات أنه غادي يفهموا الميساج اللي قلت لهم كيفاش داير ساندونا تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد وساندونا بزر جيم
إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.